شباب محترمين من بعيد لبعيد اوكي، بس هو اذا واحد هيك بده يعبطني وحشتي وحزع وبصوت لا ما بصير. بعدين ذكرت شو ذكرت حبيبي قلت لي انا دكتوره وشايفهم ليه حاطط ايده هون؟ ايه عامل هيك؟ شو بدي اعمل افسر له؟ شو بدي افسر له؟ ليش جايبك بنص خمسه ولا تحت شمس ولا وبيكفي تلعب